دراما من العيار الثقيل، قصة ليلى نتاع أشهر خاطفة أطفال حديثي الولادة، واللي انتشرت هذه القصة ديالها في العالم العربي بأسره، لدرجة أنهم استضفوها في برامج وداروا معها حوارات لواحد السبب غادي تعرفوه في قصتنا ليلى. هذه القصة بصور وفيديوهات نتاع واحد الإنسان اللي هي عجيبة وغريبة، اللي غادي تحط عائلات وحتى راسها في مواقف ما كيتحسدوش عليهم. بغيت غير نقول لكم وجدوا شي عواسير ولا فوينيدات واجي نسمعوا شنو واقع، وبقوا معايا باش تسمعوا أحداث نتاع هذه القصة. سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي لي، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير واموركم هانيه. محب القضايا، جبت لكم واحد القصه اللي كنت شفتها في واحد البرنامج هذه اعوام، ولكن عمرها ما تمحات لي من الذاكره. صحيح انه ربما بزاف اللي تكلم عليها، ولكن قلت ضروري اجي نحكيها لكم بطريقتي ونحط فيها لاطوش ديالي. فاذا كنت جديد على القناه تنقول لك مرحبا بك، واذا كنت من اهل الدار الدار دارك، غير هو ما تبخلش عليا باش انك تضغط لتحت على زر الاعجاب اللي ما تيكلفك حتى شي مجهود. ودابا نقول لكم لنبدا. عزيزة هي واحد الشابة اللي تزوجت على سن تاع 17 سنة بواحد السيد، زوج اللي ما كانش كيتعامل معها مزيان، وحتى الاهل ديالو اللي كانوا كيتعاملوا معها على اساس هي خدامة، واللي غادي تطلق منه ومن بعد غادي تزوج بواحد الراجل واحد اخر واللي سميتو سعيد. هاد عزيزة كانوا تلقبوها ببنت ابليس اولا بنت الشيطان البكرية، حيتاش من كثرة ما كانوا في عيلها مشوطنين تسمات بهذا الاسم، والبكرية نسبة لانها كانت هي البكر اولا الكبيرة. هاد عزيزة عندها واحد اختها مطلقة واللي ساكنة معها. عزيزة ورجلها ما عندهمش الولاد ببساطة حيتاش هما ناس عاقر، كانوا تيسكنوا في واحد الدرب في الإسكندرية بمصر، اللي كلشي اللي تما تيعرف القصة نتاعهم وباللي عندهم واحد المشكل في العقم، حتى ولاو الناس كيتهكموا بها وكيعيطوا عليها غير عزيزة العاقرة. هاد عزيزة واختها كانوا معروفين في أول أيامات الثمانينات كيديروا شي جرائم صغار، بحال أنهم كيسرقوا أولا كيتعدوا على شي حد بالضرب، المهم كانوا فيهم المشاكل. ولكن هاد عزيزة كانت عندها حساسية من هاد الكلمة ديال العاقرة اللي كان ضمن بحال الجميع، حيت كل شي تعيط لها بها، وهنا فين بدات كتربى لداخل بها ديك الكرة ديال الحقد، وجاتها الفكرة باش أنها تخطف أول ولد لها، وغادي تكون هاد التجربة سنة 1983. ودابا بغيتكم تركزوا معايا في الخطط ديالها اللي فعلا شيطانيين. غادي تتفق مع راجلها واختها باش أنهم يخططوا باش يخطفوا شي بيبي، ولكن قبل ما يطبقوا هذه العمليه غادي يحتاجوا 9 شهور تاع التوجات. علاش في نظركم؟ ببساطه باش انها تبشر الجيران والاقارب والاصحاب على اساس انها راه حملت. فالخطه ما غاديش تنجح اذا بين ليله وضحاها خطفت شي بيبي وقالت لهم باللي راه ولدي، وهي معروفه باللي انها انسانه عاقر. فهنا اهلتهم نوعا ما نفسيا. في الشهور الاولين كانت كتحط السيليكون في كرشها باش كيبان الناس باللي فعلا عزيزه راه حامله، وشوفوا الذكاء، كل شهر كتدخل فيه كتزيد تنفخ كرشها بهاد السيليكون باش تعيش معها كل من شافها في هاد الحادثة ديالها. المهم صبرت 9 شهور على هاد الحال حتى وصل اليوم الموعود اللي فيه زعما غادي تولد، واللي كان فيه تطبيق نتاع الخطة ديالها انها تخطف البيبي. غادي تمشي عزيزة هي ورجلها واختها للسبيطار الشاطبي ديال الولادة اللي كاين في الإسكندرية، من بعد ما داروا في بزاف ديال السبيطارات. علاش اختارت هاد الشاطبي؟ حيتاش انا ذاك كان مستشفى اللي هو عادي وما فيهش المراقبة بحال السبيطارات الاخرين، وسهل عليها باش انها تطبق العملية ديال الخطف نجاح، حيت ما كاين لا مراقبه لا والو، وحتى من المرضى اللي فيه كانوا الناس اللي هما على قد الحال فقراء. المهم لما وصلوا الباب نتاع السبيطار طلبت من راجلها واختها باش انهم يبقاو في الخارج وهي تدخل بوحدها باش تاكد من الامور كيفاش دايره، وديك الساعة تعيط عليهم يتبعوها. عزيزة وهي داخلة مع البنات بنت لها واحد البنت اللي هي طويلة بيضة وشابة، اللي غادي تكون خارجة مع الباب نتاع السبيطار ومعها واحد البيبي، وهي اللي جبد عليها الصداع. غادي تشوف عزيزة وغادي تطلب منها باش انها تعاونها. قالت لها عزيزة مالك ياك لاباس، بالمصرية زعما مالك حبيبتي. قالت لها الضحية انا راني الله ولدت وراني خارجة في حالي، حيت هما خرجوني مع ما عنديش الفلوس باش انني نخلص، ودابا راني تنحس بالدوخة وماشي هي هذيك. قالت لها عزيزة فين هو راجلك؟ وينو جوزك؟ قالت لها راجلي راه في الحبس وانا الوضع ديالي المادي فقير، داكشي باش خرجت. عزيزة فرحات حيت بدون ما تدير مجهود الهمزة جات حتى ما بين يديها. عزيزة قالت لها راني نشد لك ولدك. رجعتها للسبيطار وبدات كتغوت عليهم علاش خرجوها وهي يلاه ولدات. المهم بينات لهم الانسانيه ديالها من جهه هذه الانسانه، ولكن حتى من الممرضين كانت كيسحب لهم باللي انه هذه راما، فغادي يدخلوها باش يشوفوا علاش فيها هاد الدخه. عزيزه غادي تستغل هاد اللحظات وتهرب بالولد. هاد الام فاش فاقت ولقات ولدها ما كاينش بدات كتبكي وكتغوت وكتسول، والو ما كاينش ليه الاثار. عند البوليس غادي تسجل
أول عملية خطف. أما عزيزة ما غاديش ترجع لدارها حتى كل شي نعس بالليل، وحتى حد ما يقدر يشوفها. من بعد ما دخلت قالت لراجلها واختها جيبوا لي واحد القابلة اللي كانت معروفة وقولي ليها بلي أنه راه عزيزة كتولد، غير هي توصل لحدا الباب قولوا ليها صافي راه ولدات وخليوها ترجع في حالها. فعلا عزيزة بدأت تغوت وكتخلق الأجواء انت زعما هي كتولد. راجلها مشى تيجري يجيب هاد القابلة، وصلت خرجت اختها الحمد لله ما الحمد لله راه عزيزة ولدت وتفكت على خير. دخلت القابلة تشوف البيبي بغات تقيسو ما خلتهاش عزيزة حيتاش خافت لا تعيق بلي انه هاد البيبي عنده اكثر من نهار. المهم ها هما ربحوا واحد الشاهدة على الواقعة ديالهم واللي تأكد لكل شي بلي انه عزيزة راه ولدت. صباح الصباح وبداو الزغاريت والنشاط ودات ليه اسبوع ما خلات الجيران فين يدويو. علاش في نظركم هاد الهيلالة؟ حيتاش بغات كل شي يعرف انها ولدت وصورت حتى الحفلة باش يبقى عند هذاك الشي موثق. ها هو الولد اللي خطفات ولا ولدها وداتو في الحالة المدنية، رجلها عطاه الكنية واللي سماتو محمد. المهم رباتو حتى دار 3 سنين والناس من جديد بداو كيدويو. عندك غير ولد واحد ياك ما بقيتيش عاكره ايوا زيدي. كثرات الهضره وخدمت فيها داخليا مره اخرى، خططات من جديد باش انها تخطف ولد واحد اخر. من جديد بدات كدور في السبيطارات وكتقلب على اوصاف معينه اللي يشبهوا للولد الاول اللي خطفاتو اللي هو محمد، حيت خافت الناس اللي لاحظوا الفرق ما بيناتهم مع الاول اللي خطفات كان شهب. المهم لبست اللبسه ديال الفرمليه وكتدخل في السبيطارات. في واحد السبيطار غادي تبان ليها الضحيه الثانيه اللي كانت همزه بالنسبه ليها واللي هي واحد الام اللي ولدات زوج نتاع التوام. قالت مع راسها غادي نهز ليها واحد ونخلي الاخر باش ما يبقاش فيها الحال. عزيزه دخلت على هاد السيده كممرضه وقالت ليها غادي نهز ليك واحد البيبي ديالك باش نقلبو وننقيه ليك ونجيبو ونجي نهز البيبي الاخر ونعاود نرجعو ليك. تقت بها هذيك الام عزيزه ضربتها بسلته معاودات رجعات ناط الصداع مره اخرى ويلا 3 سنين هذه باش تخطف بيبي واحد اخر من السبيطار. المهم عزيزه كانت اصلا مهيئه الجيران هذه 9 شهور على اساس انها حملات وديك الكلام كامله. ديك الليله فاش جبت البيبي الثاني دارت نفس التقنيه ديال الطريقه الاولى وسماتو اسلام. من بعد خططات باش انها ترحل من الاسكندريه باش ما يعيقوش بها الجيران ولا الناس. دارها باعتها لجارتها ومشات رحلات للعريش في واحد المنطقه اللي هي شعبيه، وتما كتسكن العائله ديال راجلها هاد الزوج اللي فين ما خطفات شي ولد كيمشي كيسجلوه في سميتو. وبما انه حتى شي حد معاق بها وما حصلوهاش حتى البوليس فبدات كتفكر في انها تخطف بيبي ثالث. قالوا لها عائله راجلها عندك جوج ديال الوليدات زيدك واحد ثالث بغينا نشوفوا وليداتكم. قالت لهم ايه واخ. مثلت من جديد بلي انها حامله وتسنات 9 شهور. فاش وصل اليوم الموعود على اساس انها غادي تولد مشات كتقلب في السبيطارات مره اخرى، ولكن هاد المره ربي غادي يفضح عزيزه. شوفوا مولانا سترها المره الاولى المره الثانيه، ولكن هاد المره غادي يوقع واحد الامر اللي فيه غادي يكون النهايه ديال عزيزه. بدات كتدوف في السبيطارات من جديد نتاع العريش وبانت لها القضيه مزهره ماشي بحال في الاسكندريه وماشي سهل انها تخطف شي بيبي، فخافت لتورط. قالت اجي نتسنى حدا الباب نتاع السبيطار لا تبان لي شي وحده يلا ولدت وخارجه بوحده. فعلا بانت لها واحد السيده اللي سميتها سلمى خارجه في يديها التربيه ديالها ومعها الراجل ديالها، تبعاتهم حتى عرفتهم فين تيسكنوا. النهار الثاني غادي تبع هاد المراه اللي بانت ليها كتبيع في السوق الربيع ومعها ولدها اللي كانت ولدته هزه في يديها وواحد اخر كبير اللي كان بجنبها. عزيزه غادي تمشي تعرف عليها وتقول ليها انا خدامه في وزاره الشؤون الرعايه الاجتماعيه وكنوفر الرعايه للامهات اللي عندهم وليدات، واذا كانت الحاله الماديه ديالهم صعيبه. ديك الام تيقاتها وفرحات وقالت لها راه راجلي غير حداد والخلصه ديالو على قد الحال وبلي انها عندها بزاف ديال المصاريف. قالت لها عزيزه انا غادي نعاونك في كل شيء. داتها شرات لها الالعاب وشرات شي امور وحد اخرين لهاد المراه ومشات معاها لدارها، حيت هاد الضحيه مسكينه كان كيسحب ليها بلي عزيزه فعلا موظفه في الشؤون وتيقاتها، خصوصا لما قالت ليها بلي انه كنديروا الزيارات في البيوت باش نتاكدوا واش الناس محتاجين ولا لا. فعلا مشات لدارها طلت على الوليد وقالت ليها راه خاص يدير شي تحليلات حيت يلا تولد كثرت عليها بزاف ديال الحوايج. قالت ليها سلمى بلي ما عندهاش فلوس باش دير هادشي. عزيزه قالت ليها حنا غادي نتكفلوا بك وغدا نديك للسبيطار ونخلص عليك كلشي. فعلا لا غد ليه داروا باش انهم يتلاقاو حدا السبيطار، شدات عزيزه البيبي ودخلوا قلبوه ولقاوه بخير. هادشي اللي دارت عزيزه ماشي من اجل هاد المراه
ولكن من أجلها هي، حيتاش خافت ثلاثة دي شي بيبي اللي هو مريض وتحل فيه. من بعد قالت لها عزيزة حتى انت دخلت تقلبك الطبيبة. دخلات وخلات ولدها مع عزيزة اللي كانت شاده ليها. خرجت الأم كتقلب ولدها اختفى، بدات كتبكي وكتغوت وعيطت على البوليس. عزيزة هربت بلا ما تشوف من موراها. تخيلوا هاد الأم يوميا لمدة سنتين وهي غادية جاية لعند البوليس، جيبوا لي ولدي جيبوا لي ولدي، حتى ولا كل شي تيقلب عليه. ولات معروفة هاد القضية في كاع ولايات الأمن نتاع العريش. في بداية التسعينات واحد النهار شي حد من الجيران في العريش تيقول بلي أنه تفكر كاينه واحد المرأة كيعرفوها من ايامات الإسكندرية وبلي هي إنسانة اللي عاقرة وحتى راجلها أختها، ولكن عندهم ثلاثة ديال الولاد. قالت لهم بلي أنه ما عرفاش واش فعلا تعالجت هذيك السيدة من داك العقم حتى قدرت تولد، ولا هذوك الولاد ماشي ديولها. البوليس قالوا أجي نبحثوا في التفاصيل تاع هذا الأمر. نهار خميس دجنبير 1992 إسلام محمد وهشام ولاد عزيزة كانوا تلعبوا في الدار، فإذا بهم كيسمعوا الدقان مجهد على الباب. عزيزة اللي يمهم خرجت تشوف شكون، هجموا عليهم البوليس وخدوهم وخدوا حتى عزيزة أختها وراجلها لقسم الشرطة. تخيلوا أختها ديك الساعة اعترفت بالقصة كلها. من بعد 10 سنين على الخطف ديال محمد وإسلام وهشام هو الصغير اللي تخطف من سنتين، بقاو يعرفوا كيفاش ما كيفاش. قالت لهم راه اختي عزيزة هي اللي خططت لهذا الفيلم كله نتاع الاولاد بثلاثة بهم. البوليس تصدموا واش كدوي بالصح، غادي يديو عزيزة يديروا لها فحص ولقاوها بلي انه فعلا هي عاقرة. شكون هاد الاولاد؟ ولاد من؟ غادي تصدموا. منين اكتشفوها في بداية 1995 ل 2015-2016 الوقيته اللي ماتت فيها عزيزة ما اعترفاتش، وحتى حد ما قدر يخليها انها تعترف انه ولاد من كل واحد فيهم. المهم غادي يحكموا عليها بالحبس لمدة 10 سنين، خفضوه لسبع سنين ودوزت غير 3 سنين، يمكن حيتاش جاها السرطان داكشي باش خفضوه. المهم ما قالوش علاش كان هذا التخفيض. تشدات بتهمة خطف الأطفال ولكن باقي لدابا مازال ما اعترفاتش. دابا زعما سنة 2015-2016 رجلها حتى هو حبسوه اللي غادي يطلق عزيزة واختها سجنوها ولكن ماتت في الحبس. زوج من ولادها هشام ومحمد قدروا انهم يعرفوا العائلات ديالهم من بلاغ اللي تدار على هشام الولد الاخير اللي خطفات وفضح قضيتها، اما نتاع محمد فكان بلاغ مسجل من قبل، اما اسلام هو اللي ما قدروش يعرفوا العائله ديالو كيفاش وعلاش. هنا في القصه عاد غادي تبدا. بعد المدة اللي دوزت عزيزة في الحبس فاش خرجت ولات كبيرة ومريضة حيت جاها السرطان وبغى غير تموت. إسلام اللي خطفات في الثمانينات وما قدروش يعرفوا العائلة ديالو دار 26 سنة، بقاو عليها ولد مال منين خديتيه؟ كتقول لهم غير أنا ما عارفاش وماشي أنا اللي خطفتو راه ولدي. حمقاتهم. تخيلوا لدرجة أنهم استضفوها في برنامج على قدو في قناة مصرية حلفات اللي اعترفت بالهوية نتاع إسلام. تفضلي إسلام ابن مين؟ لا إله إلا الله. حضرتك بتتهميني تاني؟ بقولك اسلام ابن مين؟ ده اول سؤال. بالراحه يا فندم. مش سجنت بتهمة سرقه اطفال؟ لا 30 سنه قاعده في اسكندريه ما اتحركتش من مطرح. ما روحتيش العريش؟ لا ما روحتش العريش خالص. يعني انت ما اتقبضتش عليكي في العريش؟ لا اله الا الله. اتقبضت بسبب ايه؟ خطف اطفال. لا مش كده خالص. انت بريئه يعني؟ 22. طب انا محضره لك مفاجاه مش فاكره؟ لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. ماله يعني انا مش فاكره خالص؟ افكرها. فكرها. اتفضل. هي اتقبض عليها سلاقي كده. اتقبض عليها ازاي ومين اللي قبض عليها؟ انت اتقبض عليكي في التحليل بيقول انك ما تقربلوش. طب وانصبت ان انا بقى ام وتعملي ايه حضرتك؟ هتثبتيها ازاي؟ هثبتها بالطبيب الشرعي. طبيب الشرعي هيعمل ايه؟ هيعمل تحليل زي ده؟ لا ده ست ده في ام بتدور على ابنها من 27 سنه وهي برضه مصممه ان دي ابنها. اترجاها معانا تخلص ضميرها من ربنا. يا عالم العمر فيه كام يوم تاخدي ثواب الولد ده؟ متعذب. اسلام بدوره عيا ما يقلب على عائلته، تزوج ودار له وليدات وهي والو ما بغاتش تقول. مشى عندها ما مره ما زوج تيطلبها منين خطفتيني ولا عطيني غير المعلومات ديال السبيطار، فمها كاينه غير انا راني ما خطفتكش وانت ولدي وراني تنبغيك. في هذا البرنامج كل شيء تيطلب انها تعطيهم المعلومات على الاهل ديال الاسلام، حتى المتابعين كيعيطوا في التليفون والو ما بغاتش تجاوب. هي ما يمشي عندها كل مره ويطلبها قبل انها تموت. حتى واحد النهار جا عندها اسلام لحدا العماره ديالها فين كتسكن وبدا كيغوت. طلعت من البالكون بان ليها تخلعات، قالت هذا غادي يذبحني وهي ترمي راسها انتحرت، ولكن ما ماتش. داوها للسبيطار وتعالجات واتهمت اسلام وبانت الحقيقه بلي انه هو بريء. عيا فيها اسلام عافاك قبل ما تموتي شكون والديا؟
تخيلوا ماتت عزيزة اللي كل شيء لقبها بنت الشيطان وهي ما اعترفاتش بولا كلمة. إسلام اكتئب وما خلى جورنالات ما خلى برامج اللي بان فيهم حتى هي. واحد النهار شفت واحد المرأة اللي عندها 5 ديال الأولاد، واحد محامي والآخر دكتور، المهم عائلة شوية كبيرة، اللي غادي تشوفوا عن طرف واحد من ولادها اللي جاب ليها التصويرة ديال إسلام اللي كان داز في التلفازة وقال لها شوفي يا أمي هذا راه كيشبه ليا بزاف، والقصة ديالو أنه مخطوف. وأنا كنتفكر بلي أنه با قبل ما يموت وقت مدوى كان تيقول بلي أنه نهار تولد كان تيشك في شي سبيطار. شنو هي القصة أمي؟ قالت لها ولدي أنت عندك توأم وانا مشيت نولدك في واحد السبيطار، قالوا لي بلي انه واحد فيكم راه مات والاخر راه حطناه في القرعه اللي هو انت. فاش كنا خارجين وطلبنا الجثة ديال خوك باش ندفنوها قالوا لينا لا راه السبيطار هو اللي غادي يدفنو، ويلا نتوما غادي تكلفوا بكاع المصاريف فرنعطيوه لكم. وحنا كنا على قد الحال وقلنا لهم خذوا هذه المسؤوليه، ولكن هذه القصه اللي عارفه الام ماشي بالصح، حيتاش داك السبيطار الشاطبي اذا عقلتو قلت لكم تولد فيه زوج ديال التوام والثاني ما ماتش حيتاش عزيزه هي اللي خطفاته. ولكن السبيطار قال لهاد الام المسكينه بلي انه ديناه نعالجوه حيت كان ضعيف ومن بعد راه مات، على اساس انهم يخرجوا راسهم من هاد المصيبه وخلقوا هاد السيناريو. هاد الام سيقاتهم وكتقول لهاد ولدها اللي جاب لها التصويره ديال الاسلام بلي راه خوك راه مات، هي مقتنعه بلي انه مات. قال لها لا راه بق قبل ما يموت قال لعمي بلي هو شك وخاف يقول لهاد الخبر لا توقع لك انت شي حاجه. المهم فعلا غادي يمشيو يسولوا العم اللي هو خو راجلها وغادي ياكد لهم هاد الكلام، غادي يمشيو للسبيطار فين ولدات ويديروا الروينه شويه. قالوا شنو كنديروا حنا هنا؟ طاحت عليهم الفكره باش انهم يعيطوا الاسلام. سلام سلام حنا عندنا المعلومات اللي تقدر تفيدك في عائلتك الحقيقيه. اسلام فرح، هنا غادي يطلبوا منه تصاور فاش كان صغير وحتى التصاور نتاع ولده اللي كانوا طبق الاصل من هاد العائله. غادي يعيطوا عليه باش انه يجي لعندهم وغادي يتصدم، غادي يلقى العائله على قدها كتشبه ليه. وما يحكيو ليه القصه ديالهم وقالوا لي باش اننا نتاكدوا غادي نمشيو نديروا تحليل نتاع الADN. فعلا غادي يلقاو بلي انه اسلام ولدهم، ولدهم اللي كانوا عاطينه كاسم شخصي هو طارق. بدا كيعنق في مخ خوتو اسلام كينتمي للعائله اللي هي محترمه ونقيه، وهنا فين سرات القصه، لانه عزيزه ماتت وحلفات الاعترافات. 23 سنه مصابرين دفنوا، احنا بنموت كل يوم، انا كل يوم بنموت بس موت بالبطيء. لو احنا لو ميت ودفنينه بايدينا عرفنا قبره فين وارتحنا، لكن احنا مش عارفين عنه حاجه. 26 سنه مش عارفين عنه حاجه. فباش نكون معكم صريحه ما كرهتش الراي ديالكم نقراه لتحت واللي اكيد غادي نقراه في هذه القصه، لانه جاني واحد التعاطف خفيف من جهه نتاع عزيزه وانا كنشوف الحوارات ديالها في المقابلات اللي دارت. فعلا ما بغاتش تعترف حيتاش كتقول لهم بلي انه الام هي اللي ربات وماشي ولدات، ولكن راه ما كاينش شي دافع اللي يخلي شي انسان انه يخطف اطفال ويحرمهم من الحضن ديال والديهم باي دافع كان او لا اي حجه. تخيلوا غادي يقابلوها مع الضابط اللي كان لقى عليها القبض انذاك وحلفات الاعترافات ونكرات، وزعما انسانه كل ساعه كتذكر الله على فمها وكل شويه كتقول صلي على النبي لا اله الا الله، ولكن كان تناقض كبير ما بين شنو كانت كتقول وشنو دارت. نكرات كل شيء. المهم ما عرفتش واش من حقي انني نتعاطف مع هاد الزله الكبيره اللي دارت، ولكن في الاخير هي في دار البقاء، الله يغفر ليها والله يرحمها حيتاش في الاخير واذكروا امواتكم بالخير. ما كرهتش انني نقرا لتحت التعليق ديالكم، بغيت نعرف كيفاش حسيتوا في هاد القصه وشنو هو الراي ديالكم الشخصي. ما تنساوش انكم تضغطوا على زر الاعجاب. دمتم في رعايه الله وحفظه. سلام سلام.